أهلا بكم، تعرفوا على القائمة الرسمية للمنتخب الجزائري للمحليين تحسما لمباراة سوريا وكذلك بوروندي في قطر. إذا في حراسة المرمى مرباح من سيار بي بن بوط جياسكا، سعيدي من شبيب الثورة. الدفاع العوافي وبن عيادة من النجم الساحلي، بوغرا من نادي بارادو، دباري من وفاق سطيف، كداد من سيار بي، العمارة من مودية الجزائر، وكذلك حداد ايس عبد السلام من جياسكا. والان وسط الميدان بن عبدي بو علي واوقاسي من شباب القبائل، مريس قدراوي من شباب الوزداد، دبيح من جمعية عين منيلة، بن حمودة من اتحاد العاصمة، قندوسي من وفاق سطيف. الان الهجوم بالخير من السيار بي، مسعودي من شباب الثورة، بوتمان من نجم الساحلي، سايح من جياسكا، دغموم من وفاق سطيف، بولبينا وزروقي من نادي بارادو. للتذكرة في مباراة الجزائر سوريا يوم 26 أو 3 سوراك وتعليق وشكرا.